الله أكبر ولله الحمد. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وأجرني وإياكم من عذابه الأليم. أقول ما تسمعون وأنتم في صحة وعافية وحياة سعيدة. اللهم تقبل مشاعرنا وذنوبها وارفع درجاتنا وأعلها. اللهم أعطنا من الآمال أنشهاها ومن الخيرات أقصاها. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل كلمة المسلمين على كلمة سواء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم جنب المسلمين الفتن. وسلم تسليما كثيرا.